بسم الله. أنا أحمد كردي، مدرس أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني. والحقيقة أنا عندي اهتمام خاص بالأمراض المعدية، وخصوصاً يمكن منها الجزء المختص بمرض الـ HIV أو فيروس العوز المناعي المكتسب. وأنا بقصد أقوله بهذا الشكل، ما أحبش أقول كلمة إيدز، لأن هو يعني لو أنا بوجه هذه الرسالة لأطباء، إحنا عارفين إن في فرق كبير ما بين كلمة إن المريض يكون حامل الفيروس وبين إن هو يكون عنده مرض الحقيقي أو عنده الإيدز. أنا الحقيقة عايز أؤكد على حضراتكم إن إحنا لازم نكون لنا دور كبير في إن إحنا نساعد هؤلاء المرضى في إن هم يتخلصوا من الوصم والتمييز اللي هم ممكن يقابلوه في الأماكن اللي بنقدم فيها الخدمة بتاعتنا، لأن إحنا كدكاترة المفروض إن إحنا نكون معلوماتنا كافية إنه الستاندرد بريكوشنز اللي إحنا بناخدها علشان خاطر نعمل بيها انفكشن كنترول كافية إن إحنا إنها تحمينا تماما من إن يتم انتقال العدوى لينا من أي مريض عنده أي بلاد بورن باثوجين، مش بس الـ HIV، ولازم نكون حريصين احنا نلتزم بيها. وفي الحقيقه ان احنا لما بنقدم الخدمه الصحيه لهؤلاء المرضى، احنا بنقدم خدمه مجتمعيه جليله. اولا بنساعد هؤلاء المرضى ان هم يبقوا لينك تو كير ويجوا ياخدوا العلاج بتاعهم، وبالتالي عندنا هم بيبقوا بعد كده انفولفد معانا في المجتمع، ما يبقاش في اي مشكله منهم ان هم يبداوا يعملوا سلوك عدائي او ينشروا العدوى اكتر في المجتمع بتاعهم. الحاجه الثانيه ان احنا وجود المريض بتاعنا بياخد العلاج بتاعه، ده بيعتبر بيخش في الكاتيجوري اللي احنا بنتكلم فيها، سواء في الاتش اي في او في الهيباتيتس سي، في التريتمنت از بريفنشن. كل ما انا عالجت واحد، كل ما انا حميت قصاده ما لا يقل عن 4 أفراد تانيين هم بوتنشلي ممكن يتعدوا منه، از لونج از ان انا بساعد هؤلاء المرضى وبشجعهم ومش بعمل اي وصمه او تمييز ضدهم. فدي يعني دعوه مني لحضراتكم ان احنا نرجع لمعلوماتنا الصحيحه وننفذ ده بشكل مظبوط، ان احنا دايما بنكون ضد الوصم وضد التمييز مع الكرامه ومع حق كل مريض في انه ياخد العلاج بتاعه معانا وبايدينا باذن الله سبحانه وتعالى.